السلام عليكم عندنا باسينيان كوربوسكول اللي يسموها لاميليتد كورباسكل لاميليتد معناها مصفوفة مصفوفة لانه احنا دي نشوفها شلون صار صفائح هواية مصفوفين سوية بحيث مطيتني شكل هذا البصل بالضبط فهي شنو الباسينيا كورباسكول هي عبارة عن سنسوري ريسبتر موجودة بالجلد بها طبقة من طبقات الجلد بالطبقات العميقة بالديرمس وبالهايبوديرمس يعني هايبوديرمس هي صارت جوة الديرمس فموجودة بطبقات عميقة هي تتحسس للبرجر والفيبريشن وهي الاحاسيس الخشنة والميكانيكال ستيمولاس اجي على الفيتشرز مال باسينيا كورباسكل عندها اكزون بنصها بداخلها هذا اكزون اوكي زين هذا الاكزون راح تحوطه ب 15 الى 50 من الصفائح متحدة المركز كونسنتريك لاميلا زين هاي الصفائح تقريبا عددها 15 الى 50 اللي تحوط الاكزون الصفائح هاي من شنو تتكون تتكون من الخيوط اللي لونها بنفسجي هاي كولاجين فايبرز وبعد اكو هاي الخلايا اللي صايرة فلات هي شوان سيل نوعها فلات اوكي فلاتند شوان سيل يعني هاي اللاملة تتكون من كولاجين فايبر وشوان سيل تكون فلات هذا بعد سلايد وهذا همين وكله نفس الحكي